عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نشوف مع بعضنا ريسيت زوزة بالكراميل. ريسيت هشوشة برشة جي مع طريقة تقديم مزيانة. زوزة بنينة برشة يحبوها الكبار والصغار. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة كان ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوا يلا نبدأ. هذوما المكونات. اول حاجة نبدأ بسم الله. خذيت عظمة حطيتها في الصحفة، حطيت عليها باكو فانيليا، حطيت 25 غرام سكر. يعني الزوزة راهو العجينة متاعها نعملها ناقصة سكر، ما نحبهاش حلوة برشا على خطر الكراميل حلو ياسر. نركضهم بالباهي حتى لين السكر يذوب. زدت عليها شويه ملح ونركض باش يذوب السكر والملح. بعد خذيت 125 غرام زبده، ماذا بينا الزبده تبدا طريه، نكونوا خرجناها على الاقل قبل ساعه من الفريجيدير. ونحاول نركضهم مع بعضهم الزبده والعظمه. نجمو نعملو بالركاضة، راهو تنجمو بالركاضة أسهل وأسرع. كيف نشوفوهم امتزجوا مع بعضهم نحط وقتها الفرينة. مش نحطو 250 غرام فرينة، أما نحطوها بشوية الفرينة، ما نحطوهاش الكل دفعة واحدة. نبدأ نحط بشوية ونخلط ونشوف مع 5 غرامات خميرة. كما تشوفوا ما نعجنوهاش العجينه، راهو نبدا نخلط بشويه بشويه بصوابعي، نخدم بصوابعي باش ما تتعجنليش، جست ندخل في الفرينه وكها. بعد ما كملت لميت العجينة نحطها في كيس غذائي ونحطها في الفريجيدير تبرد شوي. بعد ما بردت توا حطيت الماكينة متاع الزوزة نحطها تسخن، زي ما تسخن قبل الوقت. ناخد العجين متاعي ونبدأ نوزن كرات، وزن الكرة 8 غرامات. فما ماكينات تبدأ كعبة الزوزة متاعها صغيرة، معناها الوزن مش يكون أقل. لنا اخذت الماكينة متاعي وحاولت ندهنها بشوية زبدة باش كعبات الزوزة ما يلصقوش، خاطر في العادة ديما الدفعة الاولى متاع الزوزة تلصق،
هيك علاش ندهنوها بشوية زبدة، ونحط كرات العجين في الماكينة كما تشوفوا، بعد نغطي عليها ونخليها تطيب في عقلها، ونكمل نوزن باقي العجين. لين حبيت نتفقدها نشوفها طابت شي، ظهرت لي ناقصه شويه، تنجم تزيد معناها شويه في الطياب. توا بعد ما طابوا الكعبات نحاول نخرجهم، وماذا بينا نستعملوا مغرفه لوح باش الماكينه متاعنا ما تتخبشش، ونردوا بيدنا على صوابعنا خاطر تبدا سخونه برشا. وكيف نخرجوا الكعبات نهبطوهم بشويه خاطر يبداو هشوشين في سيتكسروا، ونكمل نطيب باقي العجين كما تشوفوا. لان بعد ما كملت طيبت الزوزه نتاعي وبردوا يلزمنا نخليها تبرد شويه. توا باش نمشوا لمرحله تنظيف. تنظيف الزوزه شوفوا كيفاش ننظفها، ناخذ صفايه ونحكها حكين كما تشوفوا، شوف كيفاش تطلع مزيانه ومستويه على الاخر. اما من الاحسن يلزمنا نخليو الزوزه تبرد ما كانش تتكسر. ما شاء الله شوشة على الاخر تتحك بسهولة تامة الزوزة. لان بعد ما كملت حكيتها ونظفتها توا مش تجي المرحلة اللي من بعد كيفاش نعبيو الزوزة متاعنا. لان خذيت الحليب المركز نغليه، كان نحبوه يجينا غامق نغليوه ساعتين، كان نحبو الكراميل متاعنا فاتح شوية وإلا متوسط نخليه أقل، كان متوسط ساعة ونص، كان غامق على الأخر ساعتين، كيف نغليوه ساعة بركة يجي فاتح الكراميل. الكراميل متاعي يضيع غليته ساعتين، ونعبي الكعبات الزوزة متاعي. ماذا بينا نحافظوا على النظافة متاع الكعبة، ما نخليوش يخرج لبرا الكراميل باش تقعد لنا الكعبة نظيفة. لنا توا بعد ما كملت عبيت كعبات الزوزة شوفوا ما شاء الله كيفاش منظمين ونظيفين. توا باش نزين الزوزة، كيفاش باش نزينها؟ خذيت شوية جليكوز وحطيت عليه شوية ماء، حليته في شوية ماء، مغرفة جليكوز ومغرفة ماء سخون، وحليتهم وهو اللي باش نلصق به الزينة. وبالفوشة متاعي
ندهن على الخط كما تشوفوا، ونغطس لان عندي حلوى جويده هي اللي باش نزين بها. ونحاول نزيد نرتب شويه كالحلوى بايدي، نعملوها جويده ومنظمه، ما نخليوهاش مفرفشه. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي. نحاول نرتبها هكاك ونجيبها مستويه ومزيانه. نزيد ناخذ الجليكوز وندهن بالفوشه كما تشوفوا، ماذا بينا ما نعملوش يغليظ برشا الخط باش تجي مزيانه. لان عندي بوفريوه، هذه بوفريوه مرحيه، نزين بها زادة تزين وتعطي نكهه بنينه. مهم برشا باش نعملو الخط جويد، ما نعملوش يخشين برشا باش تطلع لنا مزيانه. ونكمل نزين باقي القعبات الكل بنفس الطريقه. وهذو معك عبات الزوزة متاعنا بعد ما حضروا. شوفوا ما شاء الله صحية عمل 66 كيف هك المنظر وكل بنة، ما هو احنا نقولوا العين تاكل قبل. ما شاء الله منظرهم مزيان، نجم نقدموهم في مناسبة، في نجاح، في عشوية، في حاجة. توا ما شاء الله الصيف جاي والمناسبات جايين، ان شاء الله ربي يفرح الجميع. نجموا تعملوهم وتمدوهم حاجة مضخمة وحاجة مزيانة وزيد بنينة زيدة. كانك تتعدى على قناتي اول مرة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، وكانك من المشتركين الاوفياء ما تنساش تعمل بارتاج للفيديو وتعمل جيم. ونتلقى ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.